السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس جديد في مادة الرياضيات بعنوان النسبة المئوية. إذن لنتبع عدة أنشطة لبناء مفهوم النسبة المئوية. نبدأ بالنشاط الأول الذي يقتضي تحديد النسبة المئوية للمساحة الملونة في الشكلين الأول والثاني. لاحظوا الشكل الأول والثاني. فالشكل الأول هو عبارة عن مستطيل عدد تربيعات السطر هو 6 وعدد تربيعات العمود هو 4. إذن مجموع تربيعات هذه الشبكة هو 6 في 4 يساوي 24. عدد تربيعات الملونة هو 6 كما تلاحظون. فالنسبة المئوية للمساحة الملونة في هذا الشكل تمثل عدد التربيعات، وأؤكد فهي تمثل عدد التربيعات الملونة في شبكة أخرى مجموع تربيعاتها 100. 100 للجواب على هذه الوضعية، فبما أنها وضعية تناسب فنلجأ إلى جدول التناسب التالي. فهذا الجدول يتكون من سطرين، السطر الأول مجموع التربيعات والسطر الثاني عدد التربيعات الملونة. فإذا كان هذا المستطيل أو هذا الشكل مجموع تربيعاته 24 وعدد تربيعاته الملونة 6، فنبحث عن شبكة أخرى مجموع تربيعاته 100، فما هو عدد تربيعاتها الملونة؟ بما أن هذا الجدول هو جدول تناسب فنبحث عن الرابع المتناسب. 6 مضروب في 100 مقسوم على 24 يساوي 25. ف25 شنو كتمثلنا؟ كتمثلنا عدد التربيعات الملونة في شبكة تتكون من 100 تربيعة. إذن فنقول النسبة المئوية للمساحة الملونة في الشكل الأول هي 25%، ونكتبها على هذا الشكل. لننتقل إلى الشكل الثاني. كما تلاحظون فالشكل الثاني هو عبارة عن قرص، مجموع أجزاء هذا القرص هو 8، عدد الأجزاء الملونة هو 6. لكي نبحث عن النسبة المئوية للمساحة الملونة في هذا القرص، فهذه المساحة الملونة تمثل عدد الأجزاء الملونة في قرص آخر مجموع عدد أجزائه 100. فوضعية التناسب يجب ملء جدول التناسب التالي. مجموع أجزاء القرص 8، عدد أجزائه الملونة 6. كان فرضوا بأن عندنا قرص آخر مجموع أجزائه 100، فما هو عدد أجزائه الملونة؟ البحث عن الرابع المتناسب. 6 في 100 مقسوم على 8 يساوي 75. إذن ف75 يمثل عدد الأجزاء الملونة في قرص يتكون من 100 جزء. فنقول النسبة المئوية للمساحة الملونة في هذا القرص هي 75%. نقرأ 25% ونكتب 25% على هذا الشكل. إذن يمكن كذلك أن نحول نسبة مئوية إلى عدد أكسري ثم إلى عدد عشاري. مثلا نحول 25% إلى عدد كسري. 25% يساوي 25 مقسوم على 100 يساوي 0.25، لأن عندنا وضعية قسمة على 100 فنزيح الفاصلة برقمين إلى اليسار. نحول 75% إلى عدد عشاري. 75% يساوي 75 على 100 يساوي 0.75. كذلك بالنسبة لعدد 8% هي 8 على 100 يساوي 0.08. ويمكن كذلك أن نحول عددا كسريا إلى عدد، أو نحول عدد عشاري إلى نسبة مئوية. مثلا العدد العشاري 0.4 يساوي 0.4 في 100 مقسوم على 100، لأن 100 على 100 هي 1. نضرب البسط في البسط
وانطلقوا المقام. إذن 0.4% هي 40 مقسوم على 100 يساوي 40%. نفس الشيء بالنسبة ل 1.35، 1.35 يساوي 1.35 في 100 على 100، نضرب البسط في البسط، هي 135 على 100 يساوي 135 في 100. 8.5 يساوي 8.5 في 100 على 100، نضرب البسط في البسط، 8.5 في 100 هي 850. 850 المقام عندنا هو 100، إذن يساوي 850 على 100 يساوي 850 في 100. ثم يمكن أن نحول كذلك عددا كسريا إلى عدد عشري ثم إلى نسبة مئوية. مثال: العدد الكسري 7 على 200. هناك طريقتان. الطريقة الأولى هي نقسم 7 على 200، 7 على 200 هي 0.035، نضرب المقام، نضرب البسط في 100 ونضرب المقام في 100، إذن 0.035 يساوي 3.5، المقام عندنا هنا 1 في 100 هي 100 يساوي 3.5 في 100. أو نحول 7 على 200 إلى عدد كسري آخر مقامه 100، إذن هنا يجب أن نختزل 200 نقسمها على 2 هي 100، و7 نقسمها على 2 هي 3.5 يساوي 3.5 على 100 يساوي 3.5 في 100. 4 على 25 طريقة القسمة يساوي 0.16، نضربه في 100 ونقسمه على 100 هي 16 على 100 يساوي 16 في 100. أو نحول 4 على 25 إلى كسر مقامه 100، إذن 25 في 4 يساوي 100، كذلك نضرب المقام البسط في 4، 4 في 4 هي 16 يساوي 16 في 100. 1 على 2 العدد الكسري 1 على 2 بطريقة عملية القسمة يساوي 0.5، كنضرب كل من البسط والمقام في 100 هي 50 على 100 هي 50 في 100. أو نحول 1 على 2 إلى كسر مقامه 100، وذلك بضرب كل من المقام والبسط في 50، 2 في 50 يساوي 100، 1 في 50 يساوي 50. طريقة أو تمرين تطبيقي ثاني باش نتعرفوا واش فهمنا هادشي اللي سبق، نطبقوا ندير بعض التمارين التطبيقيه. التمرين التطبيقي الاول: يزن طفل 40 كيلوغرام وتقدر كتله الماء في جسمه 32 كيلوغرام، احسب النسبه المئويه لكتله الماء في جسم الطفل. اذا باش نحسبوا كتله الماء في جسم الطفل نلتجئ إلى جدول التناسب التالية، لأن عندنا وضعية تناسبية، فكتلة الجسم ديال الطفل هي 40، كتلة الماء في هذا الجسم 32، جسم آخر كتلته 100 كيلوغرام، فما هو أو ما هي عدد كتلة الماء في هذا الجسم؟ إذن 32 في 100 مقسوم على 40 يساوي 80، إذن 80 كيلوغرام هي كتلة الماء في جسم يزن 100 كيلوغرام، إذن نسبة الماء في جسم الطفل هي 80 في 100. ننتقل إلى تمرين تطبيقي ثاني: تصل النسبة المئوية للماء في عصير الفواكه إلى 20%، أحسب كمية الماء التي يشتمل عليها لتر واحد من عصير الفواكه. الجواب: إذن نفسر بعدا ما معنى 20%. 20% تعني أن في كل 100 لتر من العصير يوجد 20 لترا من الماء، فالوضعية وضعية تناسب. إذن النسبة المئوية 20% يعني 100 لتر من العصير تشتمل على 20 لتر من الماء. ما هي كمية الماء التي توجد في لتر واحد من العصير؟ إذن وضعية تناسبية، 1 في 20
مقسوم على 100، فيساوي 0.2. 0.2 لتر فاصلة اثنان هي كمية الماء في لتر واحد من العصير، ويمكن حساب هذه الكمية دون اللجوء إلى جدول التناسب، فقط نضرب 1 لتر في 20% يساوي 1 في 20 مقسوم على 100 يساوي 0.2 لتر. تمرين تطبيقي ثالث، أحسب النسبة المئوية من كل عدد. أحسب 60% من العدد 1280. 1280 في 60% يساوي 1280 في 60 مقسوم على 100 يساوي 1260 في 0.60 يساوي 768. كذلك أحسب 25% من 100. 100 في 25% هي 100 مضروب في 25 مقسوم على 100، نختزل 100 مع 100 يساوي 25. وأخيرا أحسب 45% من العدد 485. 485 في 45% يساوي 485 في 45 على 100 يساوي 485 في 0.45 يساوي 218.25. أتمنى أن أكون قد قربت إليكم مفهوم النسبة المئوية. للتأكد من ذلك أرجوكم أن تنجزوا التمارين المرافقة لهذا الدرس قبل نشر حلولها لاحقا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.